عمري 16 سنة، صار لي 4 سنوات 5. جيت من المدرسة، جيت من المدرسة ولقيت خالة يم الطيور، لقيتها كاظ بيدي قلوب. قلت له شين هاي؟ قال هاي نارقيلة. قال تعال اشرب من يمه. قلت له لا ما اريد اني. قال لا تعال اشرب. شربوا تاني، خذت من يمه. عندي ستو تاني، لقيت صاحبه وين؟ بالداخل. صاع علي، قلت له الا وش تريد؟ قال تعال هاك خل ندخن. قلت له لا ما ادخن انا سوني تعالجت. قال لا لا تعال. قلت له يلا امشي تعال. حطيته بالستوته ورحنا على السده. بابا انت شو وقت جيت دخلت حاليا هسه؟ انا اليوم دخلت. اليوم دخلت؟ ايه. واول مره دخولك؟ لا ثاني مره هاي. هاي ثاني مره؟ هاي ثاني مره. زين ليش رجعت مره ثاني مره؟ مو انت تعالجت؟ ليش رجعت مره ثاني مره بابا؟ ايه. ها؟ بعد رجعت. ادري يعني رجعت لجماعتك السوء؟ لا ما رجعت الجماعه. لا ليش؟ يعني هو انت تعالجيت ومستشفى العطاء عالجك وطلع زين، ليش هيك باب العد؟ احنا جاي يعني جاي نعطيك علاج و... صحيح. قد عمرك انت؟ انا 16 سنه. 16 سنه؟ ما صار لي 4 اشهر. يعني ما صار لك هواي؟ يعني يا شيء يعني 4 اشهر اكو ناس سنتين، سنت 4 اشهر يعني تقدر انت يعني اقدر من اليوم اعوفهم، اقدر من اليوم اعوفهم ما اطب للمستشفى. اي بعد ليش بابا ليش؟ انت بعدك صغير. خوي يسوي الواس. ليش اخوك؟ خوي يسوي الواس. اي؟ ايه. يعني اخوك سوي اكبر منك؟ اكبر مني. يعني هو اللي خلاك يعني تاخذ؟ لا خاله علمني. وشنو الماده تتعاطاها انت؟ انا اتعاطى كريستال وحبوب.